بس محمد عايز اخدك بقى لنقطه تانية مهمه جدا وليا الشرف بالمناسبه ان انا اقابلك لاول مره في لقاء لي. يعني في لقاء تلفزيوني لي. انا فخور وبقول حتى في البرنامج دايما عندي فخور جدا وفرحان ان احنا بقى عندنا بطولات على مستوى التنظيم بطولات عالميه نفتخر بيها كده نتشرف بيها نقول للناس بقول لكم ايه احنا احسن منكم اصلا يعني كمان مش احنا مش بقينا عالميين احنا عدينا المرحله دي ده تاثيره ايه على الابطال دول بقى يعني الابطال كلهم لما يشوفوا بطولات عالميه تقام في مصر تنظم بشكل محترم هم نفسهم بيشاركوا في هذه البطولات ويحتكوا مع كبار العالم وقدام جماهيرهم ده تاثيره ايه واهميته ايه يعني بص انا احنا جربناها يمكن في بطولتين ما مش في الالعاب اللي احنا بنحتفل بيها النهارده هي كره القدم والهاندبول جربناهم في استاد العاصمه لما لعبنا كرواتيا في البطوله اللي كان فيها نيوزيلند وكرواتيا وتونس طبعا وجربناها في الهاندبول في الامم الافريقيه اللي فاتت اللي في استاد القاهره البطولتين تم تنظيمهم على اعلى مستوى باشاده من الاتحاد الدولي هنا والفيفا الفيفا نازل دي من اعظم البطولات اللي اتعملت في الفيفا سيريز فاللعيبة لما بتشوف طريقة التنظيم التنظيم في الدخول التنظيم في المبيت في التمرين في معيد التمرين في الجماهير في الساعة الجماهيرية الكاملة للاستادات اللي كنا بنعملها وما ده بمساعدة تذكرتي ومساعدة شركات الأمن وإلى آخره ده مجهود يعني كبير جدا صح احنا في المتحدة الرياضة بقى عندنا فريق مختص بعمل البطولات على الليفلز الدوليه ده بيخلي اللعيبه بتبقى مستريحه ان جنرال هو مستريح انه قاعد في اوضه مستريح فيها اكله اللي هو عايزه بسعراته الحراريه موجود بنوصل للديتيل اللي هو لا حد يتخيله بان نتمكن منه ان احنا ننظم حتى بطولات بره بان ممكن نطلع نعمل بطولات بره بالتيم بتاعنا بس ان شاء الله انا يعني ناويين نركز مع الرياضات الفرديه فهو بطولاتها هايل. داخل مصر وبطولات الدوليه هايل 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 انا عشان بقى ايه نفسي اروح احضر بطوله وانا كمان صح كده نروح في الملعب عندنا كده ونشجع ماتش مصارعه كده واجواء عظيمه جدا